مخرج محمد حمدي بنرحب بيك. انا عايز افهم بس في حاجه محيراني، هو المسلسل ده سر انتوا مش عايزين حد يعرفه؟ هو مسلسل السر الحقيقه، الاول نقول يعني لوحه العمل كده زي ما بنقول. المسلسل السر انتاج افلام محمد فوزي المنتج الكبير ويعني من اهم منتجين الوطن العربي، تاليف استاذ حسام موسى واخراجي انا محمد حمدي. مسلسل السر هو سر، ده حقيقي، وموضوعه او الاحداث بتاعته كلها ليها علاقه بفكره الاسرار او الصندوق الاسود اللي كل شخصيه في المسلسل نقدر نقول ان عندها صندوق اسود، عندها مجموعه من الاسرار الخفيه اللي مش ظاهره للمجتمع اللي عايشين فيه. الصندوق ده بيبتدي يتفجر معانا خلال الاحداث من اول ما بتعرف شخصيه مايا نصري، محاميه كبيره متزوجه من رجل اعمال اللي هو نضال الشافعي، شريكه في البيزنس حسين فهمي. الزوجه بتعرف اول سر عن جوزها وشريكه وبعض يعني عمليات البيزنس بتاعتهم، وبتبتدي او بتقرر ان هي تفتح الصندوق ده وتمشي في الخيط ده لاخره لغايه ما تبتدي تجمع اسرارهم. وفي خلال رحلتها دي بتظهر باقي شخوص الحكايه او الروايه بتاعت المسلسل، شخصيات بتدخل وبحكاياتها وباسرارها وهكذا الى ان نصل الى حل الالغاز دي كلها في الاخر. اعتقد العمل بقاله 3 4 سنين، فليه كل الوقت مش طبيعي ده؟ الحقيقه العمل مر بظروف صعبه شويه، وللانصاف يعني هي ملهاش علاقه، يعني ما نقدرش نقول عليها ظروف انتاجيه، بالعكس تماما. الشركه شركه افلام محمد فوزي من اكبر الشركات، الشركه كانت جاهزه تماما لانجاز العمل للاخر. التوقف الاول حصل بسبب جهات التوزيع او الفضائيات اللي كانت متفقه على العرض، ان هم خدوا قرار بتاجيل العرض، وبالتالي اضطرينا ان احنا نوقف تصوير ونستكمل لما يبقى عندنا معلومه نهائيه يعني عن ظروف التسويق والجهات العارضه. بعد كده بلغنا ان احنا نستأنف تصوير وانه هنعرض في رمضان اللي فات اللي هو 2021. بناء عليه استأنفنا التصوير، وبالفعل انتهينا من العمل استعدادا لعرضه في 21 رمضان اللي فات. جه تاني قرار للمره الثانيه انه مش هيتعرض في السيزون ده، بس السنه دي برضو قرروا انه يتعرض، فده كان بالنسبه لي كويس، وكان بالنسبه لي انه العمل اوريدي جاهز، يعني يمكن كان فيه لمسات نهائيه خالص يعني خاصه بتصميم التترات، يعني التفاصيل النهائيه خالص دي انجزتها الفتره اللي فاتت. خريطه القنوات اللي هتعرض هيكون على قنوات ايه؟ القنوات العارضه للمسلسل. القنوات العارضه لحد دلوقتي منصه اي ار تي، شبكه تلفزيون اي ار تي ومنصه اي ار تي الرقميه، الى جانب قناه الاس بي سي التلفزيون السعودي الرسمي. القنوات المصرية يعني خلال أيام هيتحدد، في يعني على الأقل في 3 قنوات مصرية بالتعاون مع الجانب السعودي هيعرضوا في نفس الوقت. أنت شايف أن مصلحتك ومصلحة العمل عرضه في موسم مزدحم بالشكل ده؟ يعني يمكن تم مناقشه المساله دي كتير قوي، فكره الاعمال اللي بتعرض في رمضان وزحمه رمضان والاعمال اللي بتعرض اوف سيزون وهل بتاخد فرص مشاهده اكتر. بمنتهى الامانه يعني ما بقاش حد فينا يقدر يراهن او يحسم المناقشه دي. في اعمال بتتظلم في رمضان وفي اعمال بتتظلم خارج رمضان والعكس صحيح، في اعمال بتاخد حظها جدا جوه رمضان والعكس. انا بشكل شخصي بشوف ان المنافسه شيء ايجابي وجيد جدا، والعرض في وسط مجموعه من الاعمال المميزه او الكبيره على المستوى الانتاجي مهم بالنسبة لي كمخرج، التنافس مهم. والسر عمل كبير انتاجيا، مش عمل صغير او لو بادجت. السر فيه اكبر نجوم من مصر ومن الوطن العربي، انتاج ضخم جدا، في منافسة انا مبسوط منها ومتحمس ليها جدا. بس في المقابل مفيش دعاية نقدر نقول قوي. الدعاية ليها علاقة بمرات كبيرة، ولا شايف حتى برومات على
يوتيوب مش هقول لك قنوات تلفزيون يعني. الدعايه للاسف مظلومه في الجانب المصري لحد دلوقتي، لانه لحد دلوقتي مفيش قنوات مصريه قررت او حطته على الخريطه، انما الدعايه الحقيقيه موجوده في الخليج لجمهور الخليج على شاشات الاي ار تي ووسائل الدعايه الخاصه بشبكه اي ار تي في كل بلاد الخليج. طيب على قناه نقدر نقول مدفوعه، ده برضو بيقلل شويه، والاس بي سي موجوده مفتوحه بس مش جمهور كبير مصري نقدر نقول، هم بيعرضوا اعمال مصر كتير لحد دلوقتي. طبعا فرصه الجمهور المصري في المشاهده محدوده للاسف. كنت اتمنى ان يكون في قنوات اكتر داخل جمهوريه مصر تدي مساحه للجمهور المصري انه يشوف، لانه في النهايه مسلسل مصري يعني. ما زلت عندي امل انه خلال الايام الجايه تحسم المفاوضات او الاتفاقات اللي ما بين الجانب السعودي والجانب المصري. بصراحه اتباع خليجي باسم حسين فهمي ما اقدرش اقول انه مبدئيا يعني تفاصيل البيع والتسويق انا مش ملم بيها ومش في صميم عملي كمخرج للمسلسل، ولكن اقدر اقول خطوط عريضه يعني انه البيع عندنا في مسلسل السر مش مرتبط باسم واحد. مسلسل السر بطوله جماعيه، رغم كبر اسامي النجوم اللي موجودين فيه، اسامي كبيره زي الاستاذ حسين فهمي، زي الفنانه وفاء عامر، زي النجمه اللبنانيه مايا نصري، دي اسامي كبيره 100%. نضال الشافعي اسم النهارده كبير واعماله مميزه جدا جوه مصر، ولكن ورغم كبر ادوارهم ومساحاتهم في مسلسل السر، ولكن ما زال هو مسلسل يحمل صفه البطوله الجماعيه، فما تقدرش تبيعه او تسوقه باسم واحد من المجموعه دي. بس شويه وانت اكيد عارف ده ان الجمهور الخليجي عارف، مش عارف كل الفنانين العرب حتى المصريين يعني، فبس اكيد عارفين حسين فهمي، اكيد عارفين طبعا بقيه الاسماء، واكيد وفاء عامر ونضال وكلهم، بس اعتقد ان الاسم الابرز بالنسبه للخليج حسين فهمي. ده صحيح طبعا، نجم كبير استاذ حسين فهمي، وجمهور الخليج اعتقد حتى هذه اللحظه بيتشوق جدا لمشاهدته وبيتمسك بمتابعه اعماله. طبعا ليه تواجد ضخم جدا في الخليج. نقدر نقول ان دي المفرمه الكامله اللي انت دخلت فيها؟ لا، ما بحبش يعني، ما بحبش افكر بالطريقه دي خالص، ولا بحب اتوقع ان المنافسه تكون سلبيه او ده. ما عنديش، بص انا كل ما هي اسمها مفرمه بغض النظر ايجابي او سلبي، هو رمضان مفرمه. رمضان طبعا مفرمه للاعمال ما فيش شك، والمنافسه فيه شرسه جدا، والقدره على متابعه يعني نسبه كبيره من الاعمال معدومة، وكذاب أي حد يقول أنه يقدر يتابع 50% من الأعمال المعروض. الناس بتشوفها يمكن باقي السنة، وده حصل، وحصل مع أعمال كتير جدا أن الناس خدت انطباع جيد عنها داخل شهر رمضان واهتمت أن هي تتابعها أو تشوفها بعد ما خلص شهر رمضان في مرات الإعادة يعني اللي بتحصل في القنوات، أنها بتعيد تاني بعد رمضان. هتلاقي دماغ الناس على السوشيال ميديا ولا مش قصتك اللطيفة؟ مع يعني انا بعيد عن السوشيال ميديا، وطبعا ليها دور وما حدش يقدر ينكره، والدعايه على السوشيال ميديا ليها تاثير كويس جدا عند قاعده المشاهدين، انما انا بشكل شخصي بعيد عن السوشيال ميديا، وبسيب ده للقائمين على العمل كانتاج وتوزيع يعني. الحب وتفاصيله واخباره ايه؟ الحب وتفاصيله انتهيت من تصويره، حاليا في مرحله المونتاج. الشركة مخططة انه ينزل في الموسم الصيفي، هو في المناسب للصيف مش العيد يعني، بين العيدين، ده من المواسم اللي بيتعامل معها التوزيع في الوطن العربي وفي مصر، فاعتقد دي خطتهم يعني. عندك اي اعمال سينمائية تانية وجهز لها؟ قريب جدا هيكون في فيلم كوميدي من انتاج الاستاذ احمد السبكي، اعتقد ممكن نبتدي تحضيره يعني في النص الثاني من شهر رمضان، مجرد ما ينتهي هو من تصوير الفيلم اللي بيصوره حاليا مع النجم محمد عادل امام، وده مخطط لانه ينزل في العيد. اعتقد انه احنا كخطه شركه يعني هنكون بعد الفيلم ده. مين البطل معاك؟ لسه لحد دلوقتي الحقيقه ما فيش ولا بطل معايا، كل اللي حصل انه قرايه نص وتعديلات بتحصل فيه الى ان يحصل فعلا تعاقد مع النجوم. بصراحه دماغك لمست في ابطال معينه لما قريت الورق، ولا انت عارف ان سوكي هو مختار البطل وطبيعي انه بيبيع بيه يعني؟ لا طبعا في اسامي هيتباع بيها ما فيش شك، لانه السينما ليها حسابات
معقدة جدا ودقيقة جدا وما ينفعش فيها هزار. إنما في أكتر من اسم، في أكتر من اسم مطروح، وأنا بس فعلا مش في صدد إنه يتقال لأنه ما حدش تبلغ. فعشان نبقى أمنا يعني ما حدش في الأسامي اللي احنا رشحناها بينه وبين بعض تم إبلاغه أو إن احنا بعتنا نسخة لحد. صعب صعب صدقني. حمدي بشكرك جدا وإن شاء الله مكسر الدنيا دي. شكرا وشرفتوني.